السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. الدكتور مانويل عنده واحد البارتمان في بني قاسم أو بني قاسم على الساحل المتوسط ديال إسبانيا. كان ولف الطبيب اللي عنده عيادة في فالنسيا باش يدوز العطلة الصيفية ديالو أو الويكاند في بني قاسم، كانت عزيزة عليه هذه المنطقة بزاف. الدكتور مانويل ما عمره متزوج وخا فات 50 من عمره. عام 2006 كان الدكتور في بني قاسم بحال أي صيف، وكان كيبقى سهران الليل كامل على برا، وكيجي حتى لواحد الوقت متأخر للبارطمان. هذاك النهار قوة في الشرب بزاف، ولكن باقي واقف. الوقت كان 4 الصباح، الشارع كان خاوي. فتح الباب العمارة ديالو، كاين واحد المراية بالجنب ديالو، شاف فيها راسو وقيل ابتسم. مشى للمصعد ضغط عليه، تسنى واحد شوية باش يفتح الباب تاع المصعد. ملي تفتح الباب غالي باغي يدخل ليه، ضرب فيه واحد السيد في كتفو هو خارج من المصعد. كان داير على وجه هاد الراجل واحد القناع بحال دوك الأقنعة اللي كيديرو في حفلات التنكر. كان قناع أبيض كيغطي عينيه والنيف. تحت القناع بانت واحد اللحية كانت كحلة وفيها بقع من الشيب. خرج المقنع بلا ما يقول حتى شي كلمة، شافو حل الباب وخرج في الشارع وغبر تمايا. كان هاد مانويل ناوي باغي يتبعو، شوية معرفش شناهو اللي خلاه انه يرجع للمصعد ويطلع في حالته المحل ديالو. وصل الطابق الثالث، كاين تما البارطمان ديالو اللي كان اون فاس مع المصعد. دخل البارطمان ديالو ومشى ديريكتومون لتلاح في السرير ديالو. قال مع راسو غادي نبقى ناعس حتى لاي وقت في النهار، المهم راني في عطلة وما كيهمنيش مع شفيق. ولكن اللي وقع ما كانش منسجم مع الرغبة ديالو. تقريبا مع 9 ديال الصباح صونوا عليه في الدار مرة وجوج وثلاثة. هذاك اللي كيصوني كان ناوي يفيق هاد الدكتور مانويل صحة. ناض الدكتور مانويل هو متاقل، قال مع راسو هذا شي واحد جاي عندو شي حالة مستعجلة، شوية ويتفكر بأنه أصلا هو في عطلة. كان وصل الباب هذيك الساعة، انتبه أنه ملابش حويجو، حل الباب وتدرج ورا الباب وطل براسو. كان البوليس، قال لي هذاك البوليس اللي واقف أنه باغي يوجه لي شي أسئلة. قال لي مانويل اسمح لي نلبس حوايجي ونرجع عندك زوج دقائق. حل لي الباب وقال لي تفضل. دخل البوليسي الشاب اللي قرا استغراب مانويل علاش يجيو عندو البوليس في الساعة هادي وعلاش جاو عندو هو بالضبط، واعتذر من نوع الازعاج. بالنسبة لمانويل ما بعد الاعتذار شنو اللي كاين؟ قال لي البوليسي سيد مانويل واش تقدر تقول لنا امتى رجعتي للبارطمان ديالك البارح؟ شاف مانويل في البوليسي باستغراب وقال لي علاش؟ قال لي واش ما اخباركش؟ قال لي مانويل لا، اشنو وقع؟ قال لي البوليسي الليله ديال البارح تعرضت البارطمان اللي حداك لواحد الاعتداء. سكت شويه البوليسي ويكمل، مولات البارطمان تقتلات. السيده بلانكا نزل الخبر بحال الصاعقه على مانويل. السيده بلانكا مرا مزيانه ودرويشه، شحال من مره تلاقاو في المصعد ولا في الباب. كانت وهي في السبعينات عزيزه عليها الحياه. مانويل بقى كيفكر في الاسباب اللي غادي يخلي هذا السيد يقتل هذه المراه بهذيك الطريقه، ان سيغتو انها مراه درويشه. قال لي البوليسي كنقدروا الاحساس ديالك، ولكن بغينا نعرفوا الا كنتي سمعتي شي حاجه اولا شفتي شي شخص غريب. تفكر مانويل هذاك المقنع هو خارج من المصعد من اللي كان داخل ليه مانويل. قال لي اسمع، انا رجعت للدار مع 4 تقريبا ديال الصباح، وملي بغيت ندخل المصعد فاجئني واحد الشخص خارج منه. كان مقنع داير على وجهه قناع ابيض بحال اللي كيديروه في الحفلات التنكريه. قال لي البوليسي قلتي مع 4 الصباح؟ قال لي تقريبا هذاك هو الوقت. البوليسي دوز واحد المكالمه وقال مع من كيدوي اش قال ليه مانويل. قطع المكالمه وطلب من مانويل يمشي معاه الكوميساريه باش يقول هذا الشيء في محضر رسمي. ثم زاد معلومات اخرى بحال ان هذاك الراجل كانت عنده لحيه وفيها شويه شيب وكان طويل. سولوه البوليس مانويل على البواب ديال العماره، قال لهم بانه ملي دخل ما شافوش، كان الضو ديال البيت ديالو طافي. مانويل تقلق بزاف لانه هادشي اللي وقع السيده بلانكا كيعني انه ما بقاش في الامان في هذه المنطقه، وفي جميع الحالات هادشي ما يخليش يبعد على هذه المنطقه ديال بني قاسم اللي كيبغيها بزاف. مانويل كان عارف بان البوليس دايرين خدمتهم باش يلقاو هاد القاتل ديال السيده بلانكا اللي ما خلاو وراه حتى شي دليل. كانت الفرضيه قويه هي ان القاتل من المعارف ديال السيده بلانكا لانها هي اللي حلات لي الباب ديال البارطمان. في الايام المواليه للجريمه كان الدكتور مانويل
كيرجع بالذاكرة ديالو فيما كيشوف شي واحد عنده لحية في الشارع أو في القهوة أو في أي مكان كيمشي ليه. واحد النهار هو غادي في شارع كارلوس سالفادور، تفكر هذيك السيدة بلانكا كانت تلاقى معاه في الشارع واحد النهار في هذيك البلاصة اللي واقف فيها تمايا، وقالت ليه أنها كانت عند كارلوس الحلاق، كانت كتهضر عليه بواحد الإعجاب ملفت للانتباه. شافو مانويل واحد مرة واحدة، كان راجل وسيم ولحيته اللي في بدا فيها الشيب كيدخل ليها واللي مقادها مزيان كتزيد من الأناقة ديالو، وبحال تفكر شي حاجة. وفجأة جا واحد السؤال للذهن ديال مانويل، واش يكون قاتل بلانكا هو الحلاق؟ كان حدا المحل ديالو، هو يدخل بحال غيصوب الشعر ديالو، بان الراجل مختلف شوية على هداك اللي شاف من قبل، وبحال شي حاجة تبدلات ليه في وجهه. هو يعرف بأن كارلوس حيد اللحية، هذاك الشيء علاش تغيروا الملامح ديالو. كيتسنى نوبته كيف الناس، وكان الانتظار فرصة باش يشوفه مزيان. كان طويل كيتصرف بتلقائية مصانعة وعلى وجهه ابتسامة بعض المرات بلا سبب ظاهر. ملي جات نوبته مانويل وقف الحلاق كارلوس كيشوف فيه، وقال لي هذه أول مرة غتجي عندنا المحل. قال لي آه، ولكن عارف المحل شحال هذه، جارتي كانت كتجي عندكم. قال لي الحلاق شكون؟ تنفس مانويل واحد النفس عميق وقال الله يرحمها السيدة بلانكا، انطق الاسم ديالها وكيشوف لي في عينيه. الملامح ديال الحلاق تبدلوا بواحد الطريقة غريبة ما عرفش يفسرها مانويل، بلع الريق ديالو دارك الأمر وقال الله يرحمها كانت كليانة ديال المحل. وإمتى مات؟ بالنسبة لمانويل هاد السؤال اللي طرح الحلاق كيقول أنه عارف ومخبي شي حاجة. خرج من المحل ديال الحلاق والشك عنده كيتزاد. المقنع اللي تصادف معاه في الفجر ديال هذاك النهار اللي تقتلات فيه بلانكا واقيلا كان كارلوس هو نيت، باينة يلا حيد اللحية ديالو شي يامات. مشى مانويل عند البوليس وقال الضابط اللي تصنت ليه المرة الأولى، قال لي راه شاك في أن المقنع اللي تلاقى معاه خارج من المصعد هو كارلوس الحلاق، من غير اللحية اللي حيد باقي الأوصاف هي نيت كتنطابق عليه. كانت العطلة ديالو سالات وسافر لفالنسيا الخدمة ديالو. واحد الصباح كان كيقرا في الجورنال قبل ما يمشي للعيادة، بان واحد المقال في صفحة الحوادث وفي التفاصيل ذاكرين أن القاتل ما كان إلا الحلاق اللي كانت كتمشي عنده الضحية لسنوات قبل، واللي حتى هو كان كيجي عندها للدار، والضحية كانت دارت واحد البوليصة ديال التأمين على الحياة ديالها باسم كارلوس الحلاق ب100,000 يورو، وكيبان أنه كان زربان باش يستافد منها. لهنايا كتنتهي القصة ديالنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.